لكن اكو ناس تلبس حسب الشكل اللي يلوق لهم او حسب عملهم، او تلقى شاب شكله رسمي داوم دوام رسمي يلبس الالوان الحياديه اللي هي النيلي الاسود الرصاصي، هذا ما يقدر يطلع عن اطار هاي الالوان. لكن تلقى الشاب اليوم الفانتازي، شاب اللي يحب يلبس الحركات، يحب يلبس يعني على الموضه. طيب مو بس بالملابس ايضا، قصه الشعر، تلقى الشوز، هاي التفاصيل لازم مجبور انه هو يواكب الموضه. الموضه مصطفى ما لها حد معين، يعني حاب اسالك سؤال. نعم، بين يوم ويوم دا ينزل موديل جديد. نعم مصطفى، اليوم يعني لكونك مصمم ازياء، برايك الافضل الواحد يلبس الشيء اللي يلوق له واللي يلوق على جسمه وشكله ولون بشرته، لو يتبع الموضه بشكل اعمى خلينا نقول، وبغض النظر اذا يلوق له او لا؟ لا لا اكيد، يعني اليوم انا دائما اقولها باكثر من لقاء طالع وقايل هذا الموضوع، انت اليوم مو شرط انه تواكب الموضه، اكو شباب ما تلوق لهم الموضه، خاصه بالسنين الاخيره صارت الموضه والماركات العالميه، ما اريد نذكر اسماء ماركات عالميه، صار لبسهم اوفر ازيد من اللازم، يعني ما يتطابق ويا مجتمعنا، ما يتطابق ويا ناسنا شلون يلبسون، احنا يعني خاصه عندنا بالعراق او الوطن العربي. هناك يعني لبسنا الزي العربي هو اصلا البنطلون والقميص او البدله الرسميه هو اصلا يعني زي غربي. الاشياء اللي احنا نعتبرها يعني كلاسيكيه خلينا نقول.